السلام عليكم مشاهدي الكرام، كيف دايرين؟ اليوم معكم فيديو جديد ومعكم بشرى من بشرى's channel. نتمنى هذا الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم. المشاهدين اللي باقي ما داروش ليا اشتراك يشتركوا معايا باش يوصلهم الجديد ديالي واللايك وشكرا. كيف كتشوفوا ديتكم لواحد ستور عندنا هنا في امريكا، في تيجيب هذا الشيء تاع الفرنتشر والاكسسوارات تاع الكيتشن وتاع الدايني روم تاع ليفن روم تاع الصالونات تاع بيوت الناس. كيف كتشوفوا اليوم غادي تشوفوا غير الديكورات تاع ليفن روم، وكاينين اللي تيمشيو تاع بيوت الناس. هاد الكيسان راه زوينين هادو، ولاو موجودين في الممشيتي اي بلد. ديما هو تا هاد السطور تيعجبني، تيجيب الجديد صافي، تتقدم شي حاجه تيحيدها وتيخلي غير الجديد. هادي تا بحال الكوكيز والشوكولات، كانوا دايرين ليها سكوتش ما وريتهاش لكم من الداخل. هادو ولاو موجودين تاني في الممشيتي، هاد البلاطوات تاع المرايات، وهذاك العقيق تا هو تيديروا منه تا الفيزان. وهذوك الكيسان اللي شفتو في الاول ممكن ديري فيهم وريدات، ممكن ديري فيهم تا فواكه. هادو هكا ستايلات تيمشيو فيهم الشمع بزاف. هادو راه هذاك عقيق وهذاك الومنيوم اللي داير بالعقيق، ما تيمشي فيه الشمع وتيعطي واحد اللوك زوين. هادو هكا غير تيتحطو، تنشوفهم غير تيتحطو فوق الطبله خاويل. الا عندك شي كرات كبار تيتحط فيهم، ولا شي نابكينز، ولا شي مناديل هكا تيمشي فوق الديني روم. وهادو تاع الشمع، هادو كاينين ديكورات هكا بزاف. هادو فيزان تيكونوا هكا ثلاثة ولا زوج صغير وكبير. كاينين هاد الكيسان بزاف كي قلت لكم، هادوك بلاطو تاع الميرر كاينين بزاف. وهذه واحدة هي ديكور تاع الناس اللي بحال الناس نيت اليوتيوبرز اللي عزيز عليهم التصوير، تياخذوا هاد الديكور تيحطوه في الاوفيس ديالهم. وهذاك الديكور تاع الاهرام تياخذوه المصريين بزاف. هذا ديكور تاع الشميعات عجبني، قاع الديكورات هنا تاع الشميعات زوينين. تيمشيو الشميعات ولا تيمشيو فيهم حتى داك دوك الوريدات الدراي فلاورز اللي تيكون وتيعطيو الريحه. هاد الاليفنت الفيل قاع سطورات في الممشينا تلقاهم، حقاش كاينين عندنا هنا الهنود بزاف تياخذوا هاد الفياله، الديكورات تاع الفياله، وكيكونوا تا طابلوات تيتعلقوا فيهم فياله. وكاينين فياله كبار تيوقفوا هكا حدا الباب وحدا مصورين من الخشب ولا الومنيوم ولا بحال هاد البلاطوات. هذا من الالومنيوم، هذا ثقيل شويه، ما عرفتش شو الالومنيوم ولا الحديد ومغلف بالالومنيوم. وكاينين ثاني واحد السات تاع الخشب زوين تاع العود. هادو فيزان، هادو زوينين حتى هما عجبوني. كنت دايره غير دويره ما خديت والو، درت دويره للمشاهدين ديالي باش يعرفوا الجديد في الاكسسوارات تاو الصالونات ولا بيوت النعاس ولا الدايني روم ولا قاعة الاكل. كيف كتشوفوا هاد الفيزان زوينين، تيمشيو فيهم وريدات، تيمشيو فيهم شميعات، شميعات تيجيو زوينين. تي الشميعات تكون عاطية واحد الضوء غير ضئيل، ولكن مع داك البريو اللي كاين في الفيز تيعاود يمجهد الضو. هذاك الفيز عندي بحالو ديكورات غزالين. نتمنى المشاهدين هاد الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي اللايك والاشتراك الناس الجدد. وتا الأثمنة كانت غزالة زعما، الاثمنه ردوا البال، راه كاينه شي حوايج وريت لها الاثمنه ديالها.
شكرا للمتابعين ديالي، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.